توفي اليوم الكاتب الإسباني خورخي سيمبرون عن عمر يناهز 87 عاما في العاصمة الفرنسية باريس. وولد الكاتب في العاصمة الإسبانية مدريد في العام 1923. وكان سيمبرون اختار فرنسا مكانا لمن فاه خلال الحرب الأهلية الإسبانية عام 36، وقد انخرط خلال الحرب العالمية الثانية مع المقاومة الفرنسية، وأعلن انتماءه إلى الحزب الشيوعي الإسباني. اعتقل خورخي سيمبرون في العام 1943 وأرسل إلى معسكر اعتقال بوخنفالد. نضل سيمبرون بعد الحرب ضد نظام فرانكو الإسباني، لكنه أقصي من الحزب الشيوعي خلال الستينيات، ليتفرغ بعد ذلك إلى الكتابة قبل أن يتولى منصب وزير الثقافة في بلاده في حكومة الاشتراكي فيليب غونزاليز. من أهم مؤلفاته الكتابة أو الحياة والموت الثاني لرامون ميركادر، والذي تحصل بفضله على جائزة فيمينا الأدبية في فرنسا في عام 69.